المتابعات ومتابعي القناة ديالي، كنتمنى تكونوا بألف خير. واليوم بإذن من الله جيت نشارك معكم واحد النبتة اللي تنخافوا منها، كنا كنخافوا منها من اللي صغار وتخافوا منها حتى الكبار. علاش؟ لانها كتقرصنا وكتسبب لينا الحكه وداك الشيء، علاش ما عطيناهاش واحد الاهتمام كبير على اساس باش نعرفوا الفوائد ديالها، مع العلم بان الله سبحانه وتعالى خلق لينا الكثير من الاعشاب. هاد الاعشاب كنستافدوا منها بزاف. هاد العشبة هي نبتة القريص، هي دائما كنشوفوها كتنوض عشوائيا من نباتات طفيلية. هاد العشبة كتقرصنا، إلا دزتي من حداها عرفتي كتسبب كتقرصك وكتسبب لك واحد الحكة، مع العلم أن هاد النبتة فإنها جد مفيدة للجسم، فإنها مقوية للمناعة، وإضافة إلى ذلك فإنك كتقلل من الإصابة من الأمراض اللي كانت ناولوها، وخاصة الأمراض السرطانية. بالنسبة لهاد النبتة أو هاد العشبة كتعتبر اللي كنسميوها الحريقة أو كنسميوها كذلك القريص، كل شعب كيفاش كيسميها، كتعتبر بمثابة لقاح ضد الروماتيزم بالنسبة للأطفال اللي تتلسعهم وتيجي وتيبكي، إذا كتعتبر كأنها لقاح. إضافة إلى ذلك علاش؟ لأن الحريقة أو القريص كتدخل في علاج الكبد وكتعالج لنا المرارة وكذلك الأورام ديال الطحان، كما أنها كتعالج لنا التقرحات ديال المعدة وكذلك حتى الـ 12 داك المعي اللي كيربط بين المعدة وبين الأمعاء الدقيقة، وكتستخدم كذلك كمضاد للفيروسات والسموم الضارة للجسم. واحد المسألة مهمة بالنسبة لهاد النبتة وغادي نعطيكم في طريقة الاستعمال، فإنها كتدخل في علاج فقر الدم، بمعنى أنها مفيدة للناس اللي كيعانيوا من مرض فقر الدم. كذلك بالنسبة للمغلة ديال الحريقة، هاد النبتة ملي كنصبوا عليها الماء ساخن جدا، إذا مغلة ملي كنصبوه عليها ونستعملوه يوميا، فإنها كتفيد الناس ديال الروماتيزم واللي عندهم كذلك حتى الآلام ديال المفاصل، إضافة إلى أنها تعالج مشاكل الشعر، تساقط وكذلك القشرة، وكتعطي للشعر بالاستعمال ديالها كتعطي لمعان الشعر. كذلك مفيدة للأمهات المرضعات خاصة، لأنها كتكتر لهم الحليب في التديين ديالهم، وكاين بعض النساء اللي كذلك كيعانيوا من الكثرة ديال الطمط، من كثرة دم الحيض، إذا فإنها كتنظم لهم ديك الكمية. كما أنها فائدة أخرى واللي كغادي تعجب النساء أو الأنثى بصفة عامة، وهي أنها كتحافظ على نضارة البشرة، ثم كذلك كتقاوم الشيخوخة المبكرة، وكذلك كتقاوم التجاعيد، بل أكثر من ذلك كتنقي المسام من الشوائب اللي كتتعرض لها من الطبيعة. نقطة أخرى وفائدة أخرى وهي أنها محفز للخصوبة، بالنسبة سواء بالنسبة للرجال أو بالنسبة كذلك حتى للنساء. كخلاصة لهذا الفيديو بالنسبة لنبتة القريص أو الحريقة، فإننا كنستعملوها إما طازجة هكا خضرة، ولا كنستعملوها يابسة كيف ما كاين هنايا، وكنطحنوها وكنستعملوها في الحساء، الزليفة درنا حساء ديال الشعير، سميد الشعير الغليظ، ودرت معاه شوية ديال الجنجلان وزيت العود، وحصلنا على هاد الوصفة ولذيذة وزوينة. بالنسبة للطازجة إما كنستعملوها على شكل عصير، نقدروا نخلطوها مع شوية النعناع ولا نديروا معها حتى العصير ديال الليمون، وبالنسبة كنقدروا نستعملوها كذلك كشاي. هيا كنديروا مغلى
الحريقة، وكنحليو إما بالسكر ولا بالعسل. أنا هو هاد الكاس هذا حليته أنا بالعسل، لأن العسل مفيد للجسم كيزيد ينجح هاد الفائدة ديال هاد النبتة. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى كذلك تشجعوني، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.